دينو، هل انت متابع جيد لكرة القدم المصرية؟ سوري ار يو جود فولوور سوري يا اوف كورس بالطبع اعتقد ان انا في خلال المعسكر الحالي لدينا شعور جيد مع المدير الفني مع اللاعبين. بالنسبة لي خصوصا اعتقدت ان الامر سيكون صعبا، اني لن افهم اللغة والجهاز الفني، ولكن ولكن معي سيف يتحدث اللغة الألمانية، وايضا ابراهيم يساعدني جيدا جدا، فبالتالي اعتقد انا ساتابع، اعتقد ان هذه فرصه لاتابع الكره، واعتقد انني ساعود مره اخرى. مين متابع كره القدم المصريه بشكل كويس؟ طبعا انا اهلاوي من سن صغير، يعني اهلاوي كبير. اهلاوي كبير؟ اه، يعني جدي وبابايا ووالدي يعني اهلاوي احنا كلنا. اتفرجت على ماتش امبارح، الجون امام عاشور راح جرى ودخل، وجون عظيم يعني، فمتابع. انا شكلك انت ستايل امام عاشور. انا والله ده شرف ليا يعني. انا بحاول اتفرج عليه كتير قوي، وبحاول امثل يعني نفس طريقته على الملعب. طبعا سيف، انت ليك فرقه بتحبها في كره القدم المصريه في الدوري المصري؟ ايه، ما بشجعش حد جامد، بس ابويا وامي كلهم اهلاويين. بشجع الاهلي. طيب نروح بقى يعني لعمر. عمر زملكاوي شكله. انا مش بتفرج على الكوره المصري قوي، بس جدي كان زملكاوي فاهم بقى. ممكن تميل. ها، اصل يا جماعه خدوا بالكم الحاجات ديت دلوقتي. يعني مثلا انا هقول لك حاجه مهمه جدا دلوقتي. ابراهيم قال لك انا اهلاوي جدا، انا بعشق الاهلي جدا. تمام، بعد 10 سنين مثلا هيبقى مثلا جاي له عرض من مصر هنا من نادي الزمالك، فيطلعوا له الفيديو دوت ويقول لا ده انت اهلاوي جدا. مش هيعرف يجيب ورا. خد بالك هما الاثنين سابوها في النص كده، اللي هو قال لك انا يعني مش اهلاوي، مش متابع قوي، بس يعني اهلاوي. وقال لك برضه مش متابع قوي، بس زملكاوي جد يعني. بس انت كده مكتوب لك الاهلي، ما دمي احمر اصلا. خلاص يعني انت خلصت، انت مصمم يعني. الموضوع حاولت اطلعك منها، بس ما لا. طيب سيف، انت شايف ان انتوا ليكوا فرصه كبيره في المستقبل؟ حاسس ان انت هتقدر يبقى ليكوا دور في منتخب مصر في الفترات اللي جايه؟ ليا نفسي ولا لينا احنا؟ ليك انت بالدل. ان شاء الله ان شاء الله يبقى يعني يجي لي فرصه تاني. انا اصلا يعني طريقه لعبي بيبقى هادي، حتى وانا جاي المنتخب كنتش نيرفس ولا حاجه. بلعب طريقه لعبي، ولو المدرب معجب بيا هيجي تاني ان شاء الله. انت لعبت فريق اول في فرقتك؟ لا، ما لعبتش فريق اول. طيب عايز اسالك كمان ابراهيم، الفتره اللي جايه كان روي فيتوريا اللي هو المدير الفني لمنتخب مصر الاول، وميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، كلهم بيقولوا ان احنا عايزين لاعبين من مصريين موجودين في اوروبا يحملوا جنسيه اخرى، وهم شايفين انه ده مستقبل منتخب مصر. شايف ان انت تحديدا، خلي السؤال عليك، هتبقوا مستقبل لكره القدم المصريه ان شاء الله؟ ده الهدف يعني. انا داخل المعسكر ده هدفي ان انا ارجع تاني. دي اول مره، بس مش عايزها تبقى اخر مره. وطبعا ليه اول مره ما كملتش؟ ده سؤال صعب، وسؤال انا ما اقدرش ارده لك. ده سؤال لازم حضرتك تساله الجهاز طبعا، كابتن محمد وهبه. فما اقدرش يعني ارد السؤال ده، بس اللي انا شايفه هدفي دلوقتي ان انا ارجع تاني وامثل بلدي تاني. وانا حاسس ان اللعيبه اللي في مصر، انا لعبت معاهم في المعسكر اللي كان مع 2006، لعيبه حريفه قوي ولعيبه كويسه جدا، بيلعبوا بشكل جامد جدا. انا حاسس ان لو انت حطيت ميكس ما بيننا احنا الاثنين، هنبقى فريق جامد، وهنكمل نشيل اسم مصر زي ما هو يعني من الاول.